بسم الله الرحمن الرحيم. اتمنى كلكم بخير ان شاء الله. النهارده ان شاء الله هنكمل تشابتر 10. كنا بدانا في البروبرتي بلانت اند ايكويبمنت، وكنا اتعلمنا هاو تو كالكوليت ذا كوست اوف اسيت، وقلنا ان الكوست اوف اسيت هي اول ذا اكسبنديتشر تو جيت اسيت ريدي فور يوز. بس عندنا مشكله اللي هي اسمها الفالويشن اوف بروبرتي بلانت اند ايكويبمنت. يعني الاسيت دوت اللي انا هشتريه قيمته قد ايه، الكوست بتاعته اللي هسجلها قد ايه. قلت لي اول ذا اكسبنديتشر، بس انا عندي شويه مشاكل ريليتد بالاكسبنديتشرز ديت. احنا عندنا جنرال رول، قاعده عامه بتقول ايه؟ بتقول ان الاسيت شود بي ريكوردد at the fair market value of what is given up to acquire it. يعني بالفير ماركت فاليو اللي انت هتضحي بيه to acquire it or its own fair value. يعني ايه؟ يعني لو حضرتك معاك ساعة وانا معايا ساعة وهديك الساعة بتاعتي واخد الساعة بتاعتك، الساعة بتاعتك تساوي كام؟ هسجلها عندي اعمل لها ريكوردنج ات ماي بوكس بكام؟ بحاجة من اتنين، يا بالفير فاليو بتاعتها هي، يا بالفير فاليو بتاع ساعتي انا، whichever more clearly evident اللي هو اكتر دليل عليه. يعني لو حضرتك في محل وحاطط برايس على الساعة بتاعتك 1000 جنيه، وانا اديتك الساعة بتاعتي وخدت الساعة بتاعتك، يبقى ساعتي وساعتك بألف جنيه. جميل. طيب ده حاجة ستريت فورورد كده، اللي هي الماركت فاليو بتاع الاسيت الجيفن اب او الاسيت الاكوايرد. بس عندنا شويه مشاكل، زي مثلا مشكله الكاش ديسكاونت. يعني حضرتك لما تيجي تشتري اسيت وعليه ديسكاونت، هل تعمل ريكوردنج للاسيت؟ هل الكوست اوف اسيت، هل الفير ماركت فاليو اوف ذا اسيت هي البرشيس برايس كتوتال، ولا البرشيس برايس نيت اوف ديسكاونت بعد الديسكاونت؟ دي مشكله. عندك كمان مشكله حاجه اسمها الديفيرد بايمنت كونتراكت، اللي هي البيع بالتقسيط. يعني لو انت رايح تشتري اسيت يقول لك سعر الكاش بتاعه 100,000، لكن بالتقسيط لونج تيرم كريدت ب 130,000، يبقى الاسيت اللي انا شاريه ده بكام، ب 100 ولا ب 130؟ دي مشكله. كمان في مشكله مهمه قوي اسمها اللامب سام بيرشيسز، انك بتشتري شروه. يعني ايه شروه؟ يعني تشتري لاند عليها بيلدينج، جوه البيلدينج اكويبمنت وكارز وتراكس، بتشتريهم كده كمصنع بلانت سايت بمليون جنيه. طب انا شاري لاند وبيلدينج واكويبمنت وكارز بمليون جنيه، لما اجي ارمي لهم ريكوردنج في الدفتر لازم كل اسيت من دولت يتعمل له اتس اون كوست، اعرف كل واحد متكلف كام. وعندنا كمان مشكله اخيره، هي مشكله الايشونس اوف شير او الاكستشينج اوف شير. يعني ايه؟ يعني حضرتك ممكن تعمل شيرز وتديها للاونر اوف ذا اسيت وتاخد منه الاسيت، سواء كانت ايشونس من عندك او زي ما هنعرف قدام شويه كانت الشيرز دي شاريها قبل كده. طيب يبقى الاسيت ده يساوي كام؟ يبقى عندنا اربع مشاكل: مشكله الكاش ديسكاونت، مشكله الديفيرد بايمنت كونتراكت او اللونج تيرم كريدت كونتراكت، مشكله اللامب سام بيرشيسز، ومشكله الشيرز اكستشينجز فور شيرز او الايشونس اوف شيرز. ناخدهم واحده واحده كده. نتكلم الاول على الكاش ديسكاونت. لما بتيجي تشتري اسيت ومعاه كاش ديسكاونت، الكاش ديسكاونت ده معمول تو بروميت بيمنت، عشان يسرع البيمنت، عشان تدفع الفلوس اللي عليك بسرعه. فيقول لك مثلا لو انت فاكر في سنه اولى لما خدنا 210N30، فده معناه بقول لك انا عطي لك كريديت 30 دايز، but if you can pay me at 10 days I will give you 2% discount. ما هو بيتعامل معايا دلوقتي لما اجي اشتري، البياع بيقول لي انا اعطيك كريديت 30 يوم، بس لو قدرت تدفع لي خلال 10 days I will give you 2% discount. السؤال، الاسيت بتاعي بكاش ماينس الديسكاونت ولا بالتوتال اماونت؟ خلي بالك انت عندك تو اوبشنز او عندك تو الترناتيفز، انك ممكن تدفع ديورنج ال 10 دايز فتكسب الديسكاونت،
او ما تقدرش فتدفع بعد ال 10 دايز، فهتدفع الجروس اماونت ومش هتاخد الديسكاونت. القاعدة العامة بتقول دايما ريكورد الاسيت نت اوف ديسكاونت، سواء خدناه او ما خدناهوش، سواء خدناه او ما خدناهوش. طب تعال نجربه كده. عندنا كومباني بايز ا ديليفري فان ويز ا ليست برايس $30,000. ليست برايس يعني سعرها في الدكان عند الديلر كاتب عليها ورقه كده ليست برايس 30,000. طبعا ما حدش يشتري بالرقم ده، كلنا بنفاصل، يعني في نيجوشيشن بين الباير والسيلر. الديلر البياع جرانتس 15% ريدكشن ان ليست برايس، قال لك انا هعمل لك كده ايه 15% ديسكاونت and an additional 2% cash discount on the net price if payment is made during 30 days. لا تعال نفهم بقى. يبقى الراجل ده انت قعدت تفاصل معاه، قلت له حاجة عايزين العربية دي، فقال لك ب 30,000. قلت له يا حاج غالية واحنا عايزين نستنفع، ويعني احنا ناس لسه بادئين حياتنا وهنعمل بيها مشروع. قال لك طيب هنديك 15% discount. فبقت العربية ثمنها 30,000 minus 30,000 times 50%. فممكن احسبها كده، اخد البرشيس برايس تمام 30,000 وبعدين اطرح منه ماينس 30,000 تايم 15%، هو ده الديسكاونت. او ممكن دايركت لو قايل كده 30,000 تايم 85%، ما هي دي كانها 100% ودي كانها 15%، فيبقى كانها 30,000 تايم 85%، يعني السعر بتاع الاسيت قل ب 15% ب 15%. حلو قوي. بس الراجل قال لي كمان I will give you an additional 2% cash discount on the net price، على المبلغ النت اللي طالع ده، if the payment made in 30 days. يبقى انت قدرت تاخد من الراجل ده 2 discount، واحد 15% وبعد ال 15% تاخد كمان 2% if you can pay during the 30 days. وعندنا sales tax amount 400، طبعا دوت part of the cost، لان احنا قلنا all the cost او all the expenditure necessary to get the asset ready for used part of cost. فsales tax دي part of the cost لانها necessary to get the asset ready for use. and the company paid extra 300 to have a special horn installed، ركبنا عليها horn كلاكس كده كلفنا $300. السؤال الاسيت ده يساوي كام؟ الاسيت ده ب 30,000، شلنا منه الاول ديسكاونت 15% وبعدين شلنا منه تاني ديسكاونت 2% وبعدين عملنا ادنج لكوست 400 سيلز تاكس و 300 سبيشال هورن. تعال نشوف كده، فعلا هيبقى عندنا 30,000 تايم 85%، يبقى كده احنا خدنا الديسكاونت ال 15% تايمز 98، يبقى خدنا كمان ال 2% عليهم، كأن الاماونت ده كده مضروب تاني في 98، فهو اتاخد عليه كمان ديسكاونت 2% بلس ال 400 سيلز تاكس بلس كمان ال 300 اللي هم السبيشال هورن، فيطلع 25,600 دولار. هو دوت الكوست. يعني هنشوف مشكله الديفيرد بايمنت او الشراء بالطبع. تعال نجرب مشكله كمان. يعني انت هتشتري على لونج تيرم كريدت كونتراكت، على 3 سنين على 4 سنين، الاسيت النهارده سعره كاش 100,000 وهيتبقى بالتقسيط ب 130,000، يبقى الاسيت النهارده يساوي كام؟ هيساوي 100. اللهم للفرق ال 30 ده ايه؟ ده مش فاليو اوف اسيت، ده فاليو اوف انترست ادد تو ذا كوست اوف اسيت، يعني كان الاسيت دوت ب 100 فانا معيش ال 100، فالراجل قال لي طب اصبر عليك تسددهم تدفع عليهم انترست 30، فبقى الاسيت ب 100 وبقى عليه انترست ب 30، فبقى مجموعهم 130. طب الانترست ديت ما احنا خدنا قبل كده الكابيتالايزد انترست، ما ينفعش نحطها عليه؟ لا، ما احنا قلنا مش اي اسيت يبقى كواليفايد تو انترست كابيتالايزيشن، لازم يكون بياخد بيريد اوف تايم تو جيت ريدي فور يوز. لكن احنا هنتكلم على عربيه كار بتجيبها تركبها وتمشي بيها، تشتري شقه تسكن فيها، لكن ما بتبنيش بيلدينج، فعشان كده احنا هنا ما نقدرش نعمل كابيتالايزيشن للانترست. حلو قوي. وعشان كده بنقول ان الاسيت دوت ال 130 دولت اللي هو تمنها بالتقسيط النهارده يساوي كام؟ اللي النهارده يساويه ده اسمه فعلا بريزنت فاليو. انت لما يكون عندك مبلغ هيجي بعد 3 سنين او على مدار 3 سنين، لو عايز تجيب له قيمه النهارده، الفاليو النهارده اسمها البريزنت فاليو. يبقى البريزنت فاليو او السعر كاش،
يبقى الكاش برايس او البريزنت فاليو هو الكوست اوف اسيت. تعال نجرب. عندنا كوربريشن بيرشيست ا نيو ماشين اون اكتوبر 31 2015، بيقول لي 1200 داون بيمنت، هيدفع داون بيمنت 1200 اند 3 مانثلي انستولمنت، ثلاث اقساط of 3600 each are to be made beginning on November 30. حضرتك تدفع النهارده داون بيمنت 1200 وتدفع 3 مانثلي انستولمنت ب 3600 بدءا من شهر نوفمبر 30. كده انت لو جيت حسبتها هتلاقي انك سعر الاسيت دوت 1200 بلس 3 تايمز 3 and 600. لكن بص هنا بيقول لك ايه؟ The cash price would have been 11600. يعني يعني لو اشتريت بالتقسيط تدفع 3600 بلس 3 انستولمنت كل واحد ب 3600 بلس الداون بيمنت 1200. طب لو اشترينا كاش النهارده انا معايا فلوسي جاهزه ادفع 11600، يبقى الاسيت يساوي 11600. الاسيت يساوي الرقم دوت. امال الفرق ده جاي ايه؟ ده جاي نتيجه الانترست انه يصبر عليك 3 شهور. Storm paid no installation charge under the monthly payment plan. يعني لو انت اشتريت بالتقسيط هنركب لك ببلاش. But 200 installation charge would have been incurred with cash purchase. لو اشتريت كاش تدفع 200. طب ما تيجي نحسبه الاسيت ده يساوي كام؟ الاسيت ده هشتغل بيه بالكاش. انسى التقسيط ده خالص لان جواه انترست، فهاخد ال 11600 واحط عليها ال 200. ليه؟ لانك انت يو هاف تو بي انستليشن تشارج ويزاوت انستليشن او انستولمنت كونتراكت. يعني انت لو عملت الكونتراكت بتاعك بالتقسيط هيركبه لك ببلاش. طب لو دفعت كاش تدفع الانستليشن كوست بتاعتك او الانستليشن تشارج بتاعتك. يبقى الاسيت بتاعي بيساوي 11600 بلس الانستليشن كوست 200 فيطلع 11800. جميل. يبقى ده السعر كاش واي نيسيسري اكسبنديتشر تو جيت ذا اسيت ريدي فور يوز. جربوا دي. طب لو هنشتري لمب صم، يعني ايه لمب صم؟ يعني جروب اوف اسيتس ات ا سنجل برايس. تشتري لاند وبيلدينج واكويبمنت وكار بسعر واحد بمليون جنيه. عايزين نعمل ديفايدنج الوكيشن للبرايس ده على الاسيتس ديت. تعال نجرب عشان نفهم، ناخد اكسرسايز. بيقول لي هنا عندنا جيمسون كومباني بيرشيزد ذا اسيت اوف بوكر كومباني ات ان اوكشن. اوكشن يعني مزاد، يعني هتعمل مزاد على مصنع مثلا عباره عن لاند وبيلدينج واكويبمنت وتراكس، فرسل مزاد علينا ب 1,400,000. هنشتري المزاد المبنى بالارض بالاكويبمنت بالتراكس بمليون و400. وجبنا واحد اندبندنت ابريزل اوف ذا فير فاليو يتم لنا الاسيتس دي بالفير فاليو بتاعها. تعال نشوف كده. اللاند 475 ده دوت appraisal of the fair value. البيلدينج 700، الاكويبمنت 525، التراكس 850. ايه ده؟ ده مجموعهم اكتر بكتير من مليون و400. اه ما هي دي الفير فاليو بتاعتهم، لكن انت اشتريتهم بلامب سام اماونت. اكيد اللامب سام اماونت وده اوكشن ومزاد هيبقى ارخص، ما يبقى كل واحده لوحده. طيب عايزين نعرف كل واحد تمنه كام. تعال ندور مثلا التراك تمنه كام. تعال اقول لك رول. الرول بتقول ايه؟ بتقول خد التوتال بيرشيس برايس اللي هو المليون 400,000 تايمز الفير ماركت فاليو اوف ذا اسيت اللي انت عايزه. عايز تحسب اللاند خد الفير فاليو بتاع اللاند، البيلدينج خد الفير فاليو بتاع البيلدينج، ديفايدنج على التوتال فير ماركت فاليو اوف اول اسيت بيرشيس. يعني الاول تعال نجمعه الاربعه دول يساوي كام؟ يساوي 2,550,000 مع انك شاريهم بمليون و400. طيب انا عايز اعرف كل واحد يساوي قد ايه من البيعه، فاقوم واخد الرفور 75 اوفر 2,550 ده يطلع لي ده نسبته كام، او ده نصيبه قد ايه من ديت كبرسنتج كريت. يعني لو عايزين نجيب التراك هقوم واخد ال 850,000 اقسمها على ال 2,550,000 وضربها في المليون 440 مليون 400. يبقى شكلها عامل كده. يبقى الاماونت بتاع التراكس اخد المليون 400 تايمز ال 850,000 بتوع التراك ديفايدنج على مجموع الاربعه 475 وال 700 وال 525 وال 850 يطلع لي الاسيت دوت يساوي كام؟ يساوي 466.667. العمليه مش صعبه. لو عايز تجيب اللاند
فكلها هتقول 1,400,000 تايمز 475 اوفر 2 مليون 50-50. حلو قوي. اخر حاجة عندنا هي الايشوانس اوف شيرز، او لما الاسيتس اكوايرد باكسيتشينج والشيرز، يعني تدفع شيرز وتاخد اسيت. القاعدة بتقول ان الاسيت الاكوايرد دوت equal the fair market value of the stocks او شيرز. شوف الشيرز اللي انت هتبدلها دي تمنها كام. انا هديك 1000 شير واخد عربيتك، طب ال1000 شير دولت الفير ماركت فاليو بتاعتهم كام؟ 500,000. يبقى عربيتك ب 500,000. تعال نجرب. عندنا مشكله صغيره. ايه المشكله؟ اصل احنا كاتبين هنا بص ايه، it is the fair value of the stock issued or ايه sold. اصل انت عندك نوعين من الشيرز، في نوع بتاعك سواء نيو ايشوانس او تريجري شيرز. يعني ايه تريجري شيرز؟ تريجري شيرز خدناها في البالانس شيت في تشابتر 5 في الترم اللي فات لما خدنا الاونرز ايكوتي. ايه تريجري شيرز؟ بيسموها اسهم الخزينه. يعني ايه؟ يعني الشركه تنزل بيرشيس اتس اون شيرز، تشتري نفسها. ايه ده، في حد يشتري نفسه؟ اه، لما الشيرز بتاعتي سعرها يقل في البورصه وهخاف يحصل لها بنك، هيحصل لها كولابس او يحصل لها انهيار، فبتنزل الشركه بيرشيس اتس اون شيرز وتشيلها جوه الخزنه، فيسموها تريجري شيرز، ويستنوا لما سعرها يرتفع يبداوا يبيعوها تاني في البورصه او يبدلوها بشيرز تانيه او يبدلوها باسيت تاني او يشتروا بيها حاجه. لكن هي تريجري شيرز معناها ان الشركه بيرشيس اتس اون شيرز. لكن انا ممكن كشركه اشتري شيرز ان اذر كومبانيز، فده يسموه انفستمنت ان سيكيورتيز. الانفستمنت ان اذر كومبانيز سيكيورتيز او شيرز يسموه انفستمنت ان سيكيورتي، ودوت اسيت. يبقى الانفستمنت ان سيكيورتي ده اسيت، لونج تيرم اسيت او شورت تيرم اسيت، حسب انت هتشتريه مدته قد ايه. لكن التريجري شيرز ده اونرز ايكوتي، اكشوالي هو كونترا اونرز ايكوتي، لانه هيتحط جوه الاونرز ايكوتي بالماينس. لو تفتكر شكل البالانس شيت كنا بنحط الكومن شيرز والاديشنال بيد ان كابيتال ماينس تريجري شيرز، اهي دي التريجري شيرز. طيب تعال نشوف سؤال كده صغنن. بيقول لك عندنا اون ديسمبر 1 مصر كوربوريشن اكسشينج 2000 شيرز، يبقى انا هبدل 2000 شيرز. ركز بقى، of its 25 bar value. ايه البار فاليو ده؟ البار فاليو هي الفاليو الريكوردد على الشير، برينتد على الشير، مطبوعه على الشير، دي البار فاليو. اوردينري شير هيلد ان تريجري، هيلد ان ايه؟ يبقى دي الشيرز بتاعتنا اللي كنا منزلينها البورصه فحصل دروب في سعرها فرجعنا اشتريناها تاني وحطيناها ان تريجري، يبقى دي التريجري شيرز. يبقى انا عندي 200,000 of shares of its 25 bar value ordinary shares held in treasury. عملنا exchange، بدلنا for parcel of land قصاد حتة ارض to be held for future plant site، هنبني عليها بعد كده حاجة مصنع مثلا. The treasury shares were acquired by مصر at a cost of 40. ركز، البار فاليو بتاعتها 25، الكوست بتاعتها يعني لما جينا اشتريناها ب 40. And on the exchange date the ordinary shares of مصر had a fair value 50. يبقى انت عندك 3 values للشير ده، bar value 25، cost اللي انت اشتريته ب 40، النهارده تساوي 50. طب لما تيجي تبدلهم النهارده تقول له ده سعرهم كام؟ 25 ولا 40 ولا 50؟ اكيد 50 الماركت فاليو بتاعته. طيب يبقى الارض تساوي 2000 shares times 50. طب نكمل كده، مصر received 6000 for selling scrap when an existing building on the property was removed from the site. جينا هدينا المبنى القديم وطلع منه سكراب، بعناه وخدنا received 6000 cash. فاكرين دول كانوا عاملين فيهم ايه؟ اه دول كانوا minus of cost. يبقى الكوست بتاعتي بتاعت اللاند تساوي 2000 number of shares times ها الفير ماركت فاليو of shares ماينس السكراب فاليو اللي احنا هنبيع السكراب ده فجاب لنا 6000، فاللاند تساوي 94000. طب تعال كمان اكسرسايز. سيجل كومباني اكسشينجد 400 شيرز، الشركه بتاعتنا اسمها ايه؟ سيجل كومباني اكسشينجد 400 شيرز اوف جوين كومباني. ايه ده؟ ده الشيرز دي مش بتاعتنا، دي بتاعت جوين كومباني واحنا سيجل، يبقى دي انفستمنت. يبقى انا شاري ال 400 شيرز دولت از انفستمنت.
بيقول which سيجل was holding as an investment. فعلا الراجل بيقول لي احنا purchased as investment for equipment. هنبدل ال 400 شيرز دول هنديهم لواحد وناخد مكانهم equipment from my company. الجوين كومباني اوردينري شيرز اللي احنا شارين منها which had been purchased by سيجل for 50، احنا شارينهم ب 50، 50 تبقى الايه؟ الكوست. had a quoted market value يعني fair market value 58 per share at the date of exchange. يبقى لها سعرين، سعر اشتريناها بيها 50 والنهارده تساوي 58، لما نيجي نعمل لهم اكستشينج يبقى بالايه؟ بالفير ماركت فاليو 58. The equipment had recorded amount on mail box 21,000. ايه ده؟ طب وانا مالي؟ يعني الاكويبمنت في الشركه اللي هتبيعها لي في الدفاتر بتاعتهم recorded at 21,000. طب وانا مالي؟ انا يهمني انا الاكوايرد بتاعتي هتنازل عن ايه؟ هتنازل عن 400 شيرز ب 58. طب هو طالب هنا انتري، تعال نعمل الانتري مع بعض. انت هتشتري ايه؟ اكويبمنت، يبقى ديبت اكويبمنت، وهتتنازل عن ايه؟ عن انفستمنت ان سكيورتيز. طب تعال نجربه كده. ادي الاكويبمنت بتاعي، طب الكوست دي جبناها منين؟ الكوست دي 400 تايمز 58. طب الانفستمنت بالكوست 20,000، لانك انت دخلتها انترد ان ذا كومباني بالكوست، تطلع بالكوست، لكن في الحاله دي انت كسبان كام؟ عندك جين ب 3,200 اللي هو عباره عن 8 جنيه في الشير الواحد. مش انت شاريه ب 50 هتبيعه ب 58، يبقى كسبان في الشير الواحد 8400 يطلعوا 3200. طب ايه رايكم اغير لكم السؤال ده حاجه؟ ايه رايك لو خلينا الشيرز ديت ما هيش بتاعت جوين؟ يعني what if the previous share were treasury shares؟ تعرف تعمل انتري؟ يفرق في ايه؟ هيفرق في حاجه واحده، في ده اسمه investment in جوين company. امال لما يبقى treasury هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه treasury، هيبقى شكله عامل كده equipment ب 23200، وبدل ما هقول investment in جوين هقول النوع التاني اللي هو ايه؟ تريجري سيل. لكن هنا اسمه جين اون ديسبوزل اوف انفستمنت، لان انا عملت ديسبوزل اوف انفستمنت، هنا هيبقى جين اون ديسبوزل اوف تريجري شيرز، لكن الحالتين زي بعض بالظبط. الفرق هو النيم اوف ذا اكونت. هنا انفستمنت انت تنازلت عن سكريفايسنج بانفستمنت ان جوين كومباني شيرز، لكن هنا اتنازلت عن ايه؟ سكريفايسنج اوف تريجري شيرز، ضحيت او اتنازلت عن تريجري شيرز. العملية مش صعبة، هي الفكرة كلها ان الاكويبمنت هيتسجل بالفير ماركت فاليو. يعني عايزكم تركزوا على الجزء دوت، ما هوش كبير لكن تركزوا عليه، وان شاء الله يتعمل لكم عليه كده كويز صغنن كتست كتجربة، نشوف هنعرف نحله ولا لا، وان شاء الله اشوفكم على خير. يلا سلام عليكم.